احس ان البنت تقدر تعتمد على نفسها اكتر وتقدر تقوي شخصيتها منها. احنا من زمان منتظرين خبر زي كده. عاشت من يوم ما تولدت مع المرأة ما كانت تسوق في السعودية. كانت ردة فعل بابا أول شيء كان مرة مصدوم وكان رافض هذا القرار. كان شوية متحفز لأنه نحن عشنا عيشة البنت ما تقدر تسوق. طبعاً صاروا يسخروا إنه كيف المرأة حتسوق ونكت كثيرة وإنه حتخش في الصيف ومدريش عنه من ذا كلام. أنا من الناس اللي حستنى، يعني حشوف إكسبيرينس الناس اللي قبلي. حستنى وقت طويل على ما أسوق. تفضلي، عندك الأوراق هنا، فيها إرشادات المرورية، لو تحبي تراجعيها لين يجي مدرب السواقة. السلام عليكم. السلام. هلا. عليكم السلام. يا سهلة تفاري. تجاوب يا زين. تجاوبك. ما أنت هتعلمني؟ علمني. أيوه. إيش إحساسك بدها تجيب معي؟ الحمد لله. هاي. شايفة؟ متحمسة. يلا جدا متوترة. قول بنتي فنانة. بس خلاص بس طب دحين قلت 2000 بعد كده خلاص. كان عندي رهبة إنه كيف أسوق أول مرة أسوق، بس من حسيت إنه بابا جنبي حسيت إنه لا في أمان وراحة. يعني ساعدني أخوي إنه جاء عشان يدعمني يساعدني. لو مو هو معايا كان أنا ما أعرف وين راح. لكل واحدة يعني مترددة تنصحها أول حاجة تطلع الرخصة. بإذن الله حسمح لها بحصول على قيادة الرخصة وكلها داعم. هذا الموضوع حيصبح في يوم من الأيام هيستوري. طبعا قرار ليها في الآخر، تبى تسوق ما تبى تسوق.